انضم الينا عبر الهاتف من مدينه جيسن الالمانيه محمد الصباغ، والد عيسى الصباغ احد الشابين الالمانيين اللذين اختفيا في مصر. اهلا بك معنا سيد محمد، ولو تروي لنا في البدايه ما الذي حدث؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. عيسى فندم كان نازل يزور جده 93 سنه في القاهره، وعندنا احنا هنا اجازات في المانيا، فقال لي بابا عايز اشوف جدي واشوف اصحابي، ودورنا على تذكره، فلقينا تذكره القاهره غاليه جدا، فقلنا طب نشوف تذكره خارج القاهره شارتر فلوج يعني اللي هي توي فلاي. فقال لي تذكره ب 200 يورو رخيصه، وقال لي الفرق بين تذكرتين انا اصرفهم في مصر. قلت له ماشي. نزل وقلت له ممكن يعني تقضي وقت جميل في الاقصر، فرصه يعني عظيمه ما بتجيلناش بسهوله، ممكن تتفسح في الاقصر وحاجه وكده، قدامك حوالي 8 ساعات او 10 ساعات بين الطيارتين. الولد ركب يوم 17 الساعه 8 الصبح، ووصل يعني الى الاقصر حدود الساعه 2 الى 10، وبعد كده اختفى لحد دلوقتي، مش عارفين عنه اي حاجه نهائيا، ولا قالوا لنا ايه اللي حصل، ولا يعني حتى مكالمه تليفونيه. واحنا هنا هنموت يعني، امه هتموت وانا بموت كل يوم، والنهارده يعني شبه اغمى عليا ومش عارف اعمل ايه عشان اعرف بس ان ابني على قيد الحياه. فكل اللي عمله، عندنا اجازات في المانيا اجازات مدارس، انا هروح اشوف جدي واشوف اصحابي، انه كان عاش فتره في مصر يعني وبيتكلم عربي كويس. فقال لي اشوف جدي يوم 31/12 هيرجع من مصر على المانيا تاني، ويقعد معانا الاسبوع اللي فاضل من الاجازه وبعدين نكمل دراسته. يعني هو يا استاذ محمد اختفى داخل المطار ام خرج من المطار وبعد ذلك اختفى؟ لا، اختفى جوه المطار. جوه المطار في الشغل. جوه المطار كتبت له، فهو يعني شاف الرساله بتاعتي ما ردش. قلت له اشتريت بتاع ده اسمه خط تليفون مصري، ومعاه بطاقه مصريه ومعاه جواز الماني، هو الماني نصه الماني نصه مصري. فقلت له ما اسمعوش جواز سفر مصر طبعا، ما بس بتاع مصر. قلت له اشتري خط تليفون عشان نبقى نطمن عليك وعمامك يطمن. هيقعد من الساعه 2 الظهر الساعه 11 بالليل، فتره طويله جدا، واول مره حد فينا يروح الاقصر وما يعرفهاش. فكلمت واحد صاحبي هنا من الاقصر، قال لي في معبد اسمه الاقصر جميل جدا، ممكن يقضي فيه 3 4 ساعات وبعدين يتغدى في اي مكان، وبعدين يركب اي تاكسي الساعه 8 يوصل المطار الساعه 9، قضي الطياره بساعتين، ياخد الطياره المصريه اللي هي ايجيبت اير يروح على القاهره. عمو استناه وعمامه استنوه في مطار القاهره الساعه 12 1 2 بالليل، تصدر مصر الطيران، قالوا هو حجز على الطياره اللي هي راحه القاهره. نعم. بس ما ركبش. ولحد دلوقتي الشركه بتاع مصر الطيران نفسها يعني هي اكدت لنا ان الولد عمل تشيك ان، ورغم ذلك ما ركبش. طب فين الولد؟ طب طمنونا عليه. فيعني مش عارفين نوصل غير بعض الناس اللي هم بيسافروا بتاع المعارف يعني، قالوا لنا ده هو يعني خدوه السلطات المصريه. يعني المعلومة التي لديكم الآن أنه تم القبض عليه داخل مطار الأقصر. أيوة نعم، تم القبض عليه. طبعا هو احتمال يكون هم مش عارفين هو يعني من القاهرة راح الأقصر ليه، لأن هم مش في دماغهم مثلا هو ألماني بمعاه فلوس كتير ليه ما نزلش القاهرة. هو شاب صغير 18 سنة يا دوب مثلا محوش حق التذكرة وراح يشوف حاجة رخيصة عشان فرق التذكرة يصرفوا في الأسبوعين دول عليه وعلى زمايله وأصحابه فسحوا هنا وهنا. هو كان بيتعامل بجواز سفر الألماني ولا المصري يا سيد محمد؟ الالماني. نزل عمرنا ما كان معانا جواز سفر مصري بالنسبه للاولاد يعني، انا يعني حتى في 2007 تنازلت عن الجنسيه المصريه ومعانا جنسيه الالمانيه، بس هو الولد يعني حد يكون معاه البطاقه المصريه ليه؟ عشان لما بنعدي على الجواز بندفع حدود 20 30 يورو فيزا. فهو قال لي يا بابا انا عملت بطاقه مصريه يبقى ما ادفعش الفيزا، قلت له او بشهاده الميلاد كده يعني، ادي الفكره بتاعته يكون بطاقه مصريه يعني، فعشان يوفر حق الفيزا ما يدخل ببلاش يعني، عشان هو اصله مصري. وبس فهذا الموضوع بسيط جدا، اللي هو يختفي دلوقتي النهارده بقى له بالظبط 21 يوم، من يوم 17/12 يوم الاثنين الساعه 2 الظهر ال 10 وصل مطار الاقصر، وكان المفروض يفسح شويه في الاقصر، يشوف يزور معبد الاقصر، وبعدين يركب يروح يقعد مع جده اسبوعين وامامه، ولما خلص الرحله يجي يغير جو ويجي هنا. يعني الولد اصحابه كده قعد في مصر بتاع سنه، اتعلم عربي في مصر، قعد 7 8 سنين في مصر ولا 10 سنين، بقى ليه اصحاب هناك اكتر من المانيا يعني، فحب يشوفهم ويحكي لهم على المانيا وبيعمل ايه في المانيا زي اي شاب صغير في السن يعني، حاجه مش غير. ولا ليه في السياسه ولا بيفهم في السياسه. كنت هسال حضرتك يعني هل ليه اي نشاط سياسي؟
ولا لاي خالص، ده ما بيخرجش من البيت. انا بقعد اقول له يا ابني روح العب كوره، روح اخرج، روح ما بيخرجش خالص بيتي، يعني شاب بيتي خالص، ولا عمره يعني حتى يوم الجمعه بس الوحيد اللي يخرج فيه يروح يصلي الجمعه في اي جامع كده خلاص، ولا عمره يعني ليه كونتاكت مع حد. وانا عارف يعني ملوش اي صاحب غير اخوه، وهو متعود على اخوه مني طبعا الام المانيه، فما كانش ليهم يعني حد شبه ليهم في الطباع، فهم كانوا عايشين مع بعض كده الثلاثه، هم اصحاب بعض ولاد يعني. وده بالذات يعني يعني انسان بيتي جدا وهادي، ولا عمر شفته مثلا حد عزم حد ولا حد عزمه، ولا عمر شفته مثلا جاب كتاب سياسي اراه ولا اهتم بحد. طب ايه تفسيرك يا استاذ محمد؟ يعني ما الذي يمكن توقعه؟ لماذا قبضت السلطات المصريه عليه في المطار؟ انا اتوقع ان هو حصل لبسه، يعني طبعا انت عارف بيجيبوا عساكر مش عليه تاهيل كويس، فحد يعني حد يعمل نفسه ان هو بيفهم، قال لك ازاي واحد قاهري يجي الاقصر الاول، خدت بالك، وازاي يكون الماني ومعطى مصري، حاجات كده ممكن بالنسبه لهم ممكن ما تصورهاش، تصوروا الماني يعني غني يعني يقدر يقطع تذكره ويروح القاهره، ايه اللي جابه الاقصر؟ ممكن الظن ده خلاهم هم يعني شكوا فيه فمسكوه. ماشي ممكن يتاكدوا خلاص، بس يوم يومين، لكن ولا حتى ليه اصلا يوم يومين؟ يعني يتاكد منه ما فيش حاجه، رجعه لاهله. طب رجعه تاني مطرح ما جه، انما تخفيه على الارض ورا الشمس ما اعرفش اي حاجه، يعني شيء عجيب جدا. طب خاطبتم السلطات الالمانيه سيد محمد، ووزاره الخارجيه طبعاً طبعاً الالمانيه قالت انها ستتواصل مع السلطات المصريه، هل وصلكم اي رد؟ ولا حاجه من السلطات الالمانيه غير يعني كلام، طبعا انا مش عارف مين الصحفي اللي كتب ان السلطات الالمانيه يعني ممكن يكون عامله وانا ما اعرفش، انا بعت على طول اول بيتي ما نزلش يعني من الطياره اللي جايه من الاقصر، ساعة تانية رحت متصل بالليل ساعتين بالليل بالسفارة المصرية، سبت لهم رسالة، فهم فعلا يعني ايه سجلوا الرسالة بتاعتي، والصبح اتصلنا بيهم بالتليفون، ورحت بعت فاكسات لوزارة الخارجية، بدأت ابعت بقى يعني اتحرك عشان عارف ابني خايف يحصل زي ما حصل مع الشاب الإيطالي، أنا في دماغي كله اللي حصل مع الشاب الإيطالي، واللي سمعته امبارح من رئيس مصر إن هو في 60,000 واحد في المعتقل، فيعني ما فيش أمان، فأنا طبعا كأب وابني الوحيد ده الكبير بتاعي يعني طبعا خايف عليه يعني، وما بنامش ولا باكل ولا عارف يعني بروح الشغل بالعافيه يكاد يغمى عليا في الشغل يعني، وبحاول اتماسك على قدر الامكان، بس هتمسك لحد امتى؟ السلطات قالت لنا هو اتمنى معاه بطاقه مصريه فهيتعامل في مصر كمصري، وطبعا ده خبر سيء جدا انه يتعامل في مصر كمصري يعني، ولو في المانيا يتعامل كده يتعامل معامله المانيه اللي هو الماني. طبعا اعرف كده ما كنتش اصلا بصراحه يعني خليته ينزل بالبطاقه المصري وخليه ينزل الماني وخلاص، كان رجعوه يعني رحلة أجازة راح يتفسح ويشوف أمامه. هو في المرحلة الجامعية يا أستاذ محمد؟ نعم عيسى في المرحلة الجامعية. عيسى لا ده عيسى كان عايش في مصر فترة، فجم هنا في المدارس النظام، هو ما عندوش مشكلة في اللغة العربية الألمانية الاثنين، لكن السيستم بتاعه لازم يتعود عليه، ففي المرحلة الثانوية يعني لسه ما دخلش الجامعه، لو كان كمل مثلا هنا من ما راحش مصر اصلا كان ممكن دخل الجامعه، لكن هو عنده 18 تم 18 في 4/8 اللي فات.